احنا اليوم هني نشهد مبادرة من إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة بإعادة استخدام وتدوير الأسفلت في الشوارع، بحيث أن الأسفلت المستخدم يتم استخدامه مرة ثانية حق الأسفلت الجديد. عندنا مشروعين كبايلوت بروجكت، عندنا في الزغوة عن طريق مقاول جابر مخلوف، وعندنا كذلك في الوكرة عن طريق شركة بوم. والحمد لله البايلوت بروجكت أثبت الكفاءة وتم الموافقة عليه، وهذا إن شاء الله بيؤدي إلى تقليل تكلفة المشاريع في المستقبل، خاصة بالنسبة للشوارع، وتقليل الحاجة للكميات المطلوبة من القابرو اللي هي تورد من الخارج، بحيث أن أنت تقدر من المعدات اللي عندك والمواد الموجودة في المشروع أنك أنت تنفذ المشروع بسستينابيلتي وبأقل تكلفة، وكذلك حق الانفايرمنت كذلك يكون أفضل. And I'm very proud to be here today together with the president of Ashgal. We are here because we are presenting a very new technology in the road paving. This technology will allow for a cost saving of almost 30% and a reduction of pollution. So less CO2 emissions, less money, and more efficiency in the construction of roads here in Qatar. This technology can be applied to all roads, especially for high-speed roads or highly used roads, because it can make a saving of money of up to 30%, especially on the roads that are most used. But you can apply everywhere, on all roads. And so it is an extremely good and innovative technology coming from Italy, from an Italian company, and that's why I'm very proud to be here to testify this very new partnership between Italian companies and Qatar companies. اليوم احنا جايين لمختبر إدارة الجودة في هيئة الأشغال العامة. احنا موجودين في موقع قاعدين نسوي اختبار لاستخدام المواد لإعادة تدوير المواد واستخدامها في طبقات الأسفلت. طبعا بشكل عام الدولة ونظرة ورؤية سمو الأمير 2030 تتيح اللي هو إعادة السستينابيليتي وإعادة تدوير المواد. فمن الأمور اللي احنا اليوم في هيئة الأشغال العامة نشوفها هي تطوير كيفية أداء مشاريع وتنفيذ مشاريع الدولة. فمن هذه الأمور اللي احنا قاعدين نطلع عليها اللي هي إدارة تدوير مخلفات، يا أما من الأسفلت نفس الشارع أو من المباني أو من عند طبعا التواير القديمة، وإعادة استخدامها في طبقات الأسفلت. اليوم احنا خلصنا اختبار أنه يكون 20% من الأسفلت من المواد المدورة، وسيتم استخدام هذا في كل مشاريع الدولة وخاصة للصيانة. أما المشاريع طبعا اليوم اللي احنا نبغي أن نغطيها أن احنا نوصل ل 50% مواد مدورة و 100% من مواد موجودة متاحة في دولة قطر. هاي الاختبارات قائمة من إدارة الجودة، طبعا نشكرهم على الجهد الضخم في هذا المجال، واللي إن شاء الله بيحقق رؤيتنا للمستقبل، منها تقليل تكاليف ومنها تقليل طبعا المواد المستهلكة، ومنها تقليل اللي هي عدم استخدام هذه المواد بالطريقة الصحيحة. وطبعا هذا بيعود على الدولة بتوفير مبالغ ضخمة، وبيعود على الدولة بالتقدم من الناحية البيئية ومن الناحية التنظيمية.